وقولوا في فضلنا ما شئتم. شنو يعني قولوا في فضلنا ما شئتم؟ يعني في فضلنا ما شئتم من الذي جاءت لكم به الرواية، من الذي لا يعد نقصا، من الذي لا يعد خصوصية من خصوصيات الله تبارك وتعالى. فإذا جعلتهم في مرتبة الإنسانية ومرتبة البشرية، ووصفتهم بالعلم والقدرة، ووصفتهم حتى قضية الإحياء وقضية العطاء، لو قلت أنهم يعطون وأنهم يحيون ويميتون ولكن بإذن الله تبارك وتعالى، فإن هذا أيضا ليس من الغلو. سيد الخوي هنا في كتاب التنقيح يقول إن مسألة أن تقول أن الإمام يحيي أو يميت أو يعطي على حد فعل الملائكة، لأن الملائكة تحيي وتميت، عيسى عليه السلام كان يحيي ويميت، ولكن كان يقول أحيي الموتى بإذن الله. فإذا أثبت هذه المرتبة للأئمة عليهم السلام فهذا ليس من الغلو. إذا نحن عندما نزور الأئمة أو نقول بالشفاعة أو نصلي على تربة الحسين، نذهب إلى الأضرحة، نقدس الأئمة، نقدس ذكرياتهم، ذلك ليس من الغلو في شيء، لأننا لم نصعد بهم إلى مرحلة الله، إلى درجة الله، وإنما نقول هؤلاء عبيد لله ولكن لهم روح مطيعة، لهم روح معصومة، نحن نتقرب بهذه الروح إلى الله تبارك وتعالى، نجعل هذه الروح واسطة بيننا وبين الله تبارك وتعالى، وهذا ليس من الغلو في شيء. إذا الأحاديث تجعل لنا ضابطة مهمة، ضابطة أن تحفظ المساحة التي فيها الله والمساحة التي فيها الإنسان، أن تحفظ عظمة الله وأن تحفظ احتقار الإنسان، أن تحفظ للإنسان لله قدرته الذاتية وغناه الذاتي، وأن تحفظ للإنسان قدرته، تحفظ للإمام قدرته ولكن بإذن الله تبارك وتعالى. من هنا كان أمير المؤمنين يؤكد على هذه الحقيقة، من جهة يقول ما لله آية أكبر مني، من جهة كان يقول أنا يد الله، أنا وجه الله، أنا قدرة الله، ولكن من جهة أخرى ماذا كان يقول؟ كان يقول أنا عبد الله وعبد رسوله. ليش؟ لأنه يريد أن يبعدنا عن جهة الغلو الإيجابي وعن جهة الغلو السلبي، لا أننا نرفع عليا إلى مرتبة فوق مرتبته، ولا أن نظهر عليا مرتبته التي رتبه الله فيها. هنا نكون على العقيدة الصحيحة، أنا عبد الله وعبد رسوله، فمن الوقت الذي هو عبد ولكنه نفس رسول الله وأخو الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي مثل هذه الليلة أمير المؤمنين سلام الله عليه يفارق العالم، يفارق الدنيا، هذا العبد الذي وهب نفسه إلى الله، إلى الطاعة، هذا الذي كانت لا تلومه في الله لومة لائم في أي حالة، يوصي على أولاده هذا وهم محدثين به، والعباس ينادي واويلا، ومحمد ينادي واضيعتا، وزينب تنادي وابتا، والمسلمون جميعا يرجون وعليا وسيدا. علي في مثل هذه الليلة على فراش الموت يعالج سكرات الموت، يقول محمد بن الحنفي بتنا مع أبي في ليلة 21 وقد سار السم إلى جميع بدنه حتى نظرنا إلى قدميه قد احمرتا فآيسنا من حياته، أخذ يوصي على أولاده واحدا بعد واحد بأسمائهم، يناديهم ويوصيهم بطاعة الحسن والحسين وطاعة أبناء فاطمة. قال له الحسن: أبا يا أمير المؤمنين، ما الذي دعاك إلى ذلك؟ قال: ولدي يا أبا محمد، لقد رأيت رسول الله قبل الكائنة بليلة،
الحسين يخرج في آخر الزمان يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ الظلما وجورا. ثم بعد ذلك يا أبا محمد نحي السرير نحي سريري ستجد قبرين محفورا ولحدا مشقوقا وتاجة منقوبة مكتوب عليها هذا ما ادخره نوح النبي إلى علي الوصي. ثم اجعل لي في منحوذتي وتفقد لي فإنك لا تراني واعلم أن كل نبي يموت ولو كان بالمغرب ويموت وصيه ولو كان بالمشرق فإن الله يجمع بين جسديهما ثم يفترقا بعد ذلك. وبعد أن أتم وصيته أغمي على الإمام Thank you.
وابن سيد المرسلين
سيدتي وسيدتي نساء العالمين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا غريب يا مظلوم، وما أصابها من المصاب مفتاح بابي حديث بابي، إن حديث الباب ذو شجون بما جلت به يد الخؤون، أيرجم العدا على بيت الهدى مهبط الوحى ومنتدى الندى وبابها باب نبي الرحمن وباب أبواب نجاة الأمة، بل بابها باب العلي الأعلى، فثم وجه الله قد تجلى ليس ينجبر إلا بصمصام عزيز مقتدر، إذ رض تلك الأرض عز زكية رزية ما مثلها رزية
جين ولا تنزل غريب الغاص يا عجل ولا تنسى غريب الغاص يا والجثة وليلة هندسة الأمور وهندسة
لهذا الإنسان. والإنسان العاقل إذا أعطي ضمانة أكيدة ولا ضمانة كضمانة القرآن وروايات أهل البيت سلام الله عليهم، فلا بد عليه أن يستغل هذه الفرصة وأن لا تضيع منه، وإلا لا يكون عقلانيا ولا يكون عقلائيا في تفكيره وفي أعماله. سؤال مهم الذي نحب أن يكون واضحا لدى الأخوة أن ليلة القدر مشهورة بأنواع القربات ومشهورة بأنواع العناصر العبادية التي تقرب الإنسان إلى الله تعالى. ولكن ما هو أفضل هذه الأعمال التي إذا فعلها الإنسان فإنه يكون أشد شيء في حالة القرب من هذا البيت؟ يعني لعل الإنسان يعمل شيء يظن أنه مقرب أو أنه أفضل الأشياء التي توجب له التأييد وتوجب له التوفيق من الله، مع أنه ليس هذا الشيء وإنما في شيء آخر. فما هو أفضل الأعمال وما هو أفضل أنواع البر الذي به يتقرب الإنسان لله في مثل هذه الليلة؟ أستطيع أن أقول بأن الأجوبة على هذا السؤال عند علماء أهل البيت انقسمت إلى أربعة أجوبة. كل عالم وكل مطلع على آثار أهل البيت جعل الفضيلة في شيء، وهذا الشيء له شاهد من خلال الروايات ومن خلال آثار أهل البيت على أفضل الصلاة والسلام. الرأي الأول وهو رأي العلامة المجلسي. العلامة المجلسي من علماء الكبار والمجتهدين بنقل الروايات ونقل آثار أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، يقول إن أكثر الأعمال فضيلة عند الله في مثل هذه الليلة ليلة القدر هو أن يتقرب الإنسان لله بأنواع الطاعات والتهجدات وقراءة القرآن والمناجات والزيارات المستحبة في مثل هذه الليلة، لأن هذه الأدعية ترقق قلب الإنسان، تجعله معلقا بالله تبارك وتعالى، مما يكون في حالة قريبة جدا توجب للإنسان التوفيق والتأييد. فالإنسان عليه أن يستغل وأن يتطلع إلى العبادات الموجودة والمقصودة في مثل هذه الليلة. وهناك أيضا روايات دلت على مثل هذا المعنى، كما في بعض الروايات أنه الملائكة في مثل هذه الليلة تجلس وتنزل إلى الأرض وتدور حول مجالس المؤمنين، تسلم عليهم، تؤمن على دعائهم، تدعو لهم بالتوفيق، تدعو لهم بالقبول. فتريد بس إنسان ينفتح على الله في مثل هذه الليلة من خلال الأدعية، من خلال المناجاة، حتى يكون الطريق إلى الله مفتوحا والتوفيق من الله يكون أكيدا ومضمونا. وهذا قول جيد كما طرح، وشواهد كثيرة من الروايات تدل على أساسا أهل البيت سلام الله عليهم ما جعلوا لنا هذه الأمور وما أرشدونا إلى هذه المناجاة والدعوات إلا لأنها مطلوبة في مثل هذه الليلة. العلامة المجلسي فهم بأنها أشد شيء مطلوب هو الأدعية والمناجاة. ولكن الرأي الثاني وهو رأي الشيخ الصدوق عليه الرحمة، الشيخ الصدوق أيضا من المراجع الطائفة الذين لهم باع في الروايات ومطلع على آثار أهل البيت، يقول إن أفضل الأعمال المقربة لله في مثل هذه الليلة هو مسألة القرب العقلي، أن يتقرب الإنسان إلى الله عقليا من خلال العقل،
يعني من خلال تذاكر العلم، يعني أن يكون الإنسان يجلس مع الله جلسة انفتاح علمي يتطلع فيها إلى المعارف، يغوص في أعماق القرآن، يحاول أن يستفيد معرفة جديدة وإضافة جديدة على ما عنده. هذه الإضافة تمثل له خيطا بينه وبين الله تبارك وتعالى. يقول العلامة المجلسي بحسب أو الصدوق بحسب ما ينقل عن شيوخه أن أفضل الأعمال هو تذاكر العلم، أي تذاكر المسألة. والروايات التي أمر بالعبادة العقلية والعبادة الفكرية والعبادة القلبية روايات كثيرة جدا ترشد الإنسان إلى أنه ينبغي أن يكون هذا القلب وهذا العقل متعلقا بالله تبارك وتعالى. الرأي الثالث، وهذا أيضا الرأي الثالث رأي مقبول وله شواهد كما قلت في الرواية. الرأي الثالث ولعله الرأي الأدق من الرأيين السابقين هو الجمع بين الخطين وبين الأسلوبين. يقول في مسألة إحياء ليلة القدر، يعني طريقة الإحياء لم تتغير ولا يوجد نية أيضا لتغييرها. يعني بعض الناس يفهم أنه شجد الإنسان ما يقرأ من القرآن ومثلا يقرأ دعاء الجوشن كله في هذه الليلة أو يقرأ كذا من المناجاة في هذه الليلة، هذا ليس هو المطلوب. يقينا ليس هو المطلوب. إنسان مفروض أن يكون داعيا ويستحب له أن يقرأ الأدعية وأن يجتهد في الدعاء والعبادة، ولكن المسألة لا تنحصر في هذه الدائرة وليست هي الغاية وإنما وسيلة. الدعاء في مثل هذه الليلة وسيلة، فلا ينبغي للإنسان أن يغفل عن مسألة العقل وعن مسألة الفكر. يعني الإنسان بدل أن يأتي وأن يقرأ مثلا دعاء الجوشن كله في هذه الليلة، لماذا لا يقرأ بعض الفقرات ولكن الفقرات الأخرى مثلا يتم شرحها وبيانها لنا؟ لأن دعاء الجوشن من الأدعية التي ركزت على مسألة الأسماء الحسنى، والأسماء الحسنى بحث عقائدي مهم جدا وغائب في نفس الوقت. الأولياء كانوا يستخدمون الأسماء في سبيل فتح جميع واجبات هذا العالم، وخصوصا الاسم الأعظم الذي هو من مختصاتهم سلام الله عليهم. الإمام يدعو في أي وقت استجاب له، من أي مرة؟ على أي أساس ذلك؟ على أساس معرفتهم سلام الله عليهم بمسألة الأسماء وكون هذه الأسماء. وهذا مطلب تكفل ببيانه دعاء الجوشة، دعاء الأسماء الحسنى. ولكن هذه الأسماء في طي الكتمان في طي النسيان نقرأها حتى نرددها وننتهي منها، وهذه الطريقة فقط من الأشياء. الإنسان لابد أن يحاول أن يفهم أن الوعي وإدراك الإنسان هو الذي يعلق قلبه بالله تبارك وتعالى. كم من عابد ليس له من عبادته إلا التعب وطول الركوع والسجود. لماذا؟ لأن هذه وسيلة إن استغلت استغلالا صحيحا أدت إلى المعرفة القلبية، وإن لم تستغل استغلالا صحيحا لا تؤدي إلى شيء. من هنا لا تقتصر مسألة الإحياء على جانب المعرفة أو على جانب القراءة والتلاوة، لا تفيد. أو إذا أرادت فهي ليست الإفادة التامة وليست الإفادة التي يحسن السكوت عليها. وهذا أيضا رأي من الآراء الجيدة في هذا المجال. أما الرأي الرابع ولعله أدق الآراء في أفضل الأعمال في هذه الليلة هو الرأي الذي ينسب للسيد الشهيد محمد باقر الصادق عليه الرحمة. سيد الشهيد له رأي، وإنصافا هذا الرأي يعني عميق جدا، والسيد تأمل في نقطة أساسية في نفسية هذا. سيد ماذا يقول؟ يقول أنتم تعالوا إلى ليلة القدر
الله ماذا يريد من ليلة القدر؟ يريد من الإنسان أن يحضر محضر الدعاء وأن يكون قريبا إلى الله، أن تتعلق بشدة التعلق بالله وتسأل منه حوائج وتسأل منه قضاء مسائل. أنت عندك مسائل، عندك حوائج، كل إنسان عنده مسائل وحوائج، تريد قضاءها من الله. لا أحد يحرك ساكنا في هذا العالم، لا أحد يقرب ويبعد يؤخر ويقدم إلا الله. تريد قضاء هذه الحوائج، كيف يقضيها الله لك؟ أن تدعوه بلسان حالك، أن تخلي ضميرك يتكلم، أن تخلي الروح تتكلم. شنو يجعل الإنسان روحه هي التي تتكلم، هي التي تطلب من الله تبارك وتعالى؟ سيد الشهيد يقول: يجب على الإنسان، كل إنسان يعرف مداخل نفسه ومخارجها. أفضل الأعمال في هذا الشهر هو ما يقرب الإنسان إلى الله، ما يربط الإنسان بالله. يعني أنت أكو إنسان لا يرتبط بالله نفسيته كذا إلا من خلال الصلاة، يعني أفضل موقع يربطه بالله موقع الصلاة. واحد لا يحب الصلاة ولكن ارتباطه بالله في القرآن أفضل وأشد من ارتباطه بالله. واحد يؤثر فيه الدعاء والمناجاة، واحد لا يؤثر فيه إلا العقل والعلوم العقلية والفكر، يعني تعطيك تقدم إليه معلومة جديدة، مطلب من مطالب العلم الإلهي، ترى يتأثر تأثرا لا يتأثر من خلال الأدعية أو من خلال المراجعة والتلاوة. فالسيد يقول بأن الإنسان لابد أن يكتشف نفسه. أنت نفسك تنفعل بماذا؟ شنو نفسك تنفعل بأي شيء مع الله؟ تنفعل بالدعاء؟ لا الدعاء في هذه الليلة. تنفعل بالصلاة؟ لازم بالصلاة. تنفعل بالعلم وتنفعل بالموعظة، عليك أن تلازم. ولكن يعني هذا ليس معناه أن الإنسان لا يكون له إحياء على مستوى عام وإحياء آخر على مستوى خاص، ليحضر الإنسان المجالس التي فيها إحياء عام، كل الناس جالسون يدعون لعله مؤمن من خلاله يتقبل الله دعوة الجميع، ولكن ليكن للإنسان تطلع خاص مع الله بنفسه مختليا بالله في مثل هذه الليلة، وأن يركز على الأمر الذي يؤثر في نفسه أكثر. فالإنسان إذا اكتشف ما بذاته واكتشف ما عنده واكتشف ما يؤثر فيه، فإنه يستطيع أن يخرق الحجر وأن يربط نفسه بالله تبارك وتعالى. إذا صلى على محمد وعلى محمد. اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد. ثانيا يا عبد الله. الرأي المحقق عند العلماء
غض الرأي لي يعني لعله ظاهر عن بعضكم، مسألة أن هذه الليالي كلها ليالي، يعني ليلة 19 ليلة، وليلة 21 أيضا ليلة قدر، وليلة 23 ليلة قدر. لكن شلون؟ شلون أن كل هذه الليالي ليالي؟ بل حتى بعض الروايات قالت أن ليلة النصف من شعبان أيضا ليلة قدر. شلون توقف بين الأقوال؟ الرأي التحقيقي في هذه المسألة يقول أن جميع هذه الليالي 19 و21 و23 كلها ليالي قدر، ولكن بهذا المعنى بهذا المفهوم أن الله تبارك وتعالى من المعروف أولا ليلة القدر هي ليلة تقدير الأمور، يعني هندسة الأمور، الله يهندس ينزل من خزانته العامة يقول هذا الإنسان يستحق كذا نعطيه في هذه السنة إلى العام القادم، يعني إلى ليلة القدر العافية نعطيه كذا من التأييد، كذا من التوفيق، كذا من الرزق، كذا كل شيء يتعلق بالإنسان، كل حركة، كل سكنة فإنها تقدر على الإنسان في أين؟ في هذه. لا، في ليلة 19 يقولون الله تبارك وتعالى ينزل الخزينة العامة التي سوف يقسمها على الناس، يعني الله تبارك وتعالى ماذا سوف يعطي الخلق في ليلة القدر؟ ينزل ذلك في أين؟ في ليلة 19. في ليلة 21 عندما يقدر الله تبارك وتعالى الأمور ويقضيها يوزعها في ليلة 21 أنه هذا الإنسان كذا، قابليته كذا، مصيره كذا، الأمور التي تتعلق به كذا. في ليلة 23 وهي هذه الليلة يمضى كل شيء، تأتي مرحلة الإمضاء، يعني أن الله يقول هذا خلاص الذي كتبناه على الإنسان ما يكتبه في ليلة 23 فإنه أمر لا يتغير إلى العام القادم. فإذا 21 نستطيع أن نقول ليلة مقدمات بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى 23. وإن شاء الله يكون إحياؤنا لمصاب أمير المؤمنين سلام الله عليه ليلة 19 وليلة 21 يكون بمثابة المقرب من الله الذي جعلنا نستوجب التقدير، ماذا؟ التقدير المقبول والتقدير الذي فيه تأييد وفيه توفيق من الله. لكن على الإنسان في هذه الليلة أن يثبت لله صدقه في الدعاء والمناجاة حتى يمضى ما كتبه الله، حتى يمضى ما قدره الله، يمضى في هذه الليلة ولا يتغير إلى ماذا؟ إلى العام القادم. فإذا الرأي التحقيقي أن هذه الليالي ليالي قدر، ولكن في إحداهما تنزل ميزانية التي يوزعها الله تبارك وتعالى على الخلق، وفي ليلة تقسم على الناس، وفي هذه الليلة يكون مرحلة الإمضاء، مرحلة الجهل، مرحلة القضاء الذي لا يرد ولا يرد فيه في هذه الليلة. فعلى الإنسان أن يجتهد في العبادة، وأن يجتهد في المناجاة، وأن يجتهد في التطلع والتعمق ومحاولة التزود من زاد المعرفة حتى يستوجب بذلك غفران الله تبارك وتعالى. روايات تقول بأنه هذه الليلة الله فتحها للجميع إلا 3 أو 4 أشخاص، هؤلاء لا يستحقون الخير في هذه الليلة. هؤلاء 3 أو 4 كما في الروايات العاق لوالديك، يعني الإنسان أحيانا يهيئ الموانع، أنت إذا جعلت الموانع فإن هذه الموانع تمنع توفيق الله وتمنع تأييده. العاق لوالديك يحرم من عطاء هذه الليلة. شارب الخمر الذي يدمن على شرب الخمر أيضا هذا محروم من ماذا؟ من تقديرات هذه الليلة وإمضاءات هذه الليلة. وكذلك من في قلبه بغض لمؤمن، وهذه نقطة اجتماعية ركز عليها،
الأشجار بين الإنسان وبين المؤمنين الآخرين والحقد الموجود في القلب ومحاولة الإساءة للآخرين، هذه مانع من موانع التوفيق في مثل هذه الليلة. فليكذب ذلك بعض العلماء يقول أول عمل يجب أن يعمله الإنسان قبل الغسل قبل أي دعاء، أول عمل هو التوبة النصوح، يعني أنك تتوب لله توبة النصوح، لأنك بهذه التوبة تهيئ أرضية القبول وأرضية أن الله تبارك وتعالى يقول هذا الإنسان يستحق كذا، فلا يكون في قلبك حقد على مؤمن أو بغض على بعض المؤمنين حتى الموانع تنزال وتكون مكانها الأسباب والمقتضيات التي تسبب للإنسان التوفيق. روي عن الرسول صلى الله عليه وآله في مثل هذه الليالي يجتهد في الدعاء والمناجاة، أو بمعنى أصح في العشر الأواخر كان يشمر عن ساعديه، لا يقترب إلى النساء، كان يستغلها في العبادة والمناجاة خصوصا هذه الليالي، خصوصا ليلة 23. وكذلك ورد عن الزهراء سلام الله عليها، وورد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، فهم كانوا أمثلتنا والنماذج التي تحيي هذه الليالي بالعبادة والتهجد. وخصوصا أمير المؤمنين باعتبار الآن نحن لازلنا في فاجعته، كيف كان يحضر محضر الدعاء ومحضر العبادة. معاوية بن أبي سفيان وقف مع تلميذ من تلامذة علي بن أبي طالب، لعله غراب أو شخص آخر، قال له صف لي عليا، صف لي عبادة علي، صف لي قوى علي، صف لي تهجدات علي بن أبي طالب. قال أخبرني عن ذلك، قال لا أحكيك إلا أن تصف. فأخذ يوسف علي عليه السلام بتلك الأوصاف التي منها أنه كان بعيد المدى، وكان إذا حضر محضر الدعاء والمناجاة له حالة غير الحالة الطبيعية. يا معاوية كان والله بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، كان فينا كأحدنا، يجيبنا إذا دعونا، يبتدعنا إذا أتينا. كان والله شديد غزير الدمعة طويل الفكرة. هذه كانت شخصية أمير المؤمنين سلام الله عليه. يقول يا معاوية ولقد رأيته في بعض الليالي، وقف عليك الإحرام، رأيته في بعض الليالي واقفا في محرابه يتمنى قابضا على شيبته، يتمنى تمنى السليم ويؤن أنين الحزين، يقول إليك يا دنيا غري غيري، فطعمك فعيشك حقير، وخطرك كبير، قد طلقتك ثلاثا لا رجعت لي فيك أبدا، أجيلك يا علي وتقول لا تتعرضي حالي وترجع لي دليل وخاطري مكسور. أنا الدنيا ولولاتي إذا دارت تفت صخور، جنب البيت خليت عديم الطنطنة خالي، جنب سلطان نزلته وسويت العبد والي، أجيلك يا علي وتقول لا تتعرضي حالي.
بيك تحوب كل الناس وسيف الكل لك مشهور والمنبر نخلي عليه يصعد باقي الكذاب يبتي في الشريعة زور العصر زوجتك بالباب وتالي غيب العصرين مرة بوضة المحراب على مصابر نخلي عليك ما دم ما تحط الحور وما الحسن ما سمه وباقطع الافصاله وباخليه يتنظر سمه بمحضر ولاده ولا شانه تابوته بن هاشم على العاده يا ما تشوف اسنامي على ذاك العزيز بثور وحدين الشهيد تجيك لازم يا احلى علومه ذاك المنزل النير لخلي تصرخ الحومة وفرد عن وطن جدة ورب الأرض بدمومة وخلي على الغبراب لا تدرن ولا تعفو مشيت دونه ونوعا عن عقر داري كأنهم قد جلوا ما ليس يغتفروا يا الله محمد والآل اللهم اغفر بأيدينا وذبنا عن موارد الهلكات اللهم صل على محمد وآل محمد وحوائجنا وحوائج المحتاجين